وحول هذا الموضوع ينضم معنا مراسلنا بدر الركابي. بدر، يعني فوضى في مطار بغداد، هذه ليست الأولى، يعني ماذا بالضبط الذي كان؟ هل هو بفعل يعني تأخر الطائرات بخلل فني أو فوضى بسبب التخطيط؟ هناك طيارين يعني تجاوزوا الساعات القانونية أو وسط غياب المسؤولين الميدانيين في المطار؟ نعم وجدان، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. حاليا أتواجد أنا في مطار بغداد الدولي، يعني ما أشاهده هناك هدوء خلال تواجدنا اليوم في المطار بهذه الدقائق بعد ما حصل من فوضى داخل المطار نتيجة لأسباب عديدة متداخلة. قد تكون أبرز هذه الأسباب هي كان هناك عطل فني في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، بالإضافة إلى أيضا السبب الآخر الذي كان له حصة الأسد في إحدى هذه الفوضى، وهو نقص في إحدى الطواقم للرحلات المنفذة، بالتالي هذا اللي أدى اليوم إلى تأخير الرحلات. هذا الأمر أيضا يرافق وجود عدد كبير من الرحلات الإضافية والتفويج العكسي للزوار، فبالتالي اليوم قد الأمر لا يتعلق بوزارة النقل أو الخطوط الجوية العراقية بقدر ما يتعلق بالرحلات وتنظيم عمل الكوادر من أجل استقبال واستيعاب هذه الرحلات، وهذا ما أدى إلى حصول الفوضى. الآن الوضع كما أشاهده حاليا يعني يسير بسيابية عالية، وأيضا هناك انتهاء لهذه الفوضى بعد المعالجات، واللجنة التي تم تشكيلها من قبل رئاسة الوزراء ومتابعة من قبل رئيس الوزراء، وكما سمعت قبل قليل من أستاذ حارث العبيدي مدير مطار بغداد، وهو قبل قليل شاهدته أيضا مع لجنة مشكلة من داخل المطار يتابعون بشكل مباشر عملية إحلال هذه المشكلة أو حل هذه المشكلة، وتم حل هذه المشكلة وعودة الأمور إلى طبيعتها. إذن يعني الرحلات مستتبة الآن، وبالنسبة إلى الباكستانيين المتواجدين في المطار، هل بالفعل تمت معالجة هذا الأمر؟ يعني تباعا الأمر متجه باتجاه الحلحلة بشكل كامل، بدء الأمر بالرحلات المباشرة التي عدى وقتها نتيجة للزخم الحاصل، ومن ثم بدأت الرحلات تباعا بحلحلة المشاكل المتعلقة بها وصولا إلى الطائرة الباكستانية التي قد تتم عملية إتمام الرحلة فيها وإقلاعها في خلال هذه الفترة المقبلة. نعم، يعني هذا ما تمناه أيضا بالنسبة حول إدارة المطار، ويكون التنسيق مع الخطوط الجوية العراقية. بدر الركابي من داخل مطار بغداد الدولي، شكرا جزيلا لك.